السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال مهم جدا جه بيقول: لو البحث العلمي مش هحصل من خلاله على درجة علمية ومش هيفيدني في الشغل بتاعي، استمر فيه ولا لا؟ وسؤال تاني: كيف استطيع كتابة ورقة بحثية قبل النشر في مجلة علمية لو عندي بحث قيم؟ طيب، بالنسبة للسؤال الأول، لو البحث العلمي مش هحصل من خلاله على درجة علمية ولا يفيدني في عمل، فأستمر فيه. احنا في الفترة ديت محتاجين لأي حد يعمل أبحاث علمية. يعني نسبة الأبحاث العلمية في الدول العربية كلها مقارنة بدول بره بأي دولة، رغم تفاوت كبير في كثافة السكان، بنلاقي إن بره عدد الأبحاث العلمية أكتر بكتير، سواء في أمريكا، سواء في الصين، في اليابان، في إسرائيل، في هولندا، في تايوان، في كل الحاجات دي تلاقي البحث العلمي هم مهتمين بيه. من ضمن الحاجات، خليني أتكلم على فيلم كان اسمه استقالة عالمة ذرة. الفيلم كده اسمه استقالة عالمة ذرة، بيحكي ان في ناس كانوا بيعملوا ابحاث بره في روسيا، وبعد كده جم في مصر عشان يعملوا ابحاث في الذرة هنا، بس واجهتهم مشاكل. كان منهم مشكلة مثلا ان عايزين خدامة تقعد مع الطفل او الطفلة اللي بنتهم، فما مش لاقيين، ودخلوا قصة طويلة، فاضطرت انها تستقيل. مفيش دعم للبحث العلمي، مفيش دعم للباحث نفسه، فالباحث بتلاقيه حياته كلها فترة القوة بتاعته في الثلاثينات بيضيعها على ان هو مثلا يحوش فلوس عشان يشتري شقة ويتجوز، فبيضيع مثلا تقريبا من 9 10 سنين كده عشان ربنا يصل له خير، وبعد كده بيدخل في دوامة ان هو عايز يصرف على البيت. طب البحث العلمي، عشان انتوا عارفين، لا ده ان انا ليه علاقة بالبحث العلمي، بس لو نعمل بحث علمي بندفع فلوس كتيرة عشان يتنشر، وعشان تنشر في مجله كويسه بتدفع فلوس، احنا مش بناخد فلوس، لا بندفع فلوس عشان يتنشر، تمام؟ ومبالغ مش قليله، وممكن تقعد فتره طويله على ما يتنشر، ممكن تقعد لك سنه على ما تنشر البحث، ولما براجع بحث يعني كبيره او $1 كده كلمه شكر، فالموضوع ما فيهوش ربح نهائي، بس فيه مسؤوليه عليك ان انت تبقى حطيت خطوه في سبيل التقدم الحضاري، او انت بتعمل بحث مش للمنظره، انت بتعمل بحث عشان تيسر على الناس الامور، يبقوا فاهمين حاجه معينه، تبقى في نقطه معينه فيها لبس، فانت بتحل اللبس دوت. فلا، محتاجين لو في امكانيه ان الواحد يعمل بحث علمي يا ريت ما يترددش. يعني انا الابحاث اللي انا اشتغلت بيها كلها ما فيش حاجه فيهم استفدت منها في شغلي ليه علاقه بيه، بس ما يعني بيقول لي شكرا. ما فيش علاقه، يعني يقول لي انت عملت بحث في الليزر سكان مع الاثار، طب كويس خير، حتى لو عملت بحث في الكونستراكشن ايه المشكله يعني، ولا في درجه علميه، تمام؟ ما فيش اي درجه علميه معايا، تمام؟ فبس انت بتحس بالمسؤوليه نحو المشاكل اللي احنا فيها، ان ما فيش حاجات بتترجم، ما فيش حاجات بتعمل فيها بحث علمي، ما فيش، فانت محتاج لو انت عندك القدرة ان انت تعمل حاجة زي كده لا تتردد، الا لو الواحد ليه مسؤوليات. يعني اعرف واحد كان بيشارك معايا بحث علمي، وبعد كده قال لي: يا عمر انا في ظروف عائلية كذا 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 مش هقدر، لان انا محتاج ان انا افضل دلوقتي دوت نحوش الفلوس عشان اعمل الموضوع دوت، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، تمام؟ فلو انت حضرتك قدرة ان انت تكمل في موضوع البحث العلمي، صدقني ممكن تحس ان انت بتعمل حاجة صغيرة، بس الاجيال اللي بعد كده ممكن يطلع منهم احمد زويل، ممكن يطلع منهم فاروق الباز، وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امريا سمع مقالتي فاداها كما سمعها. يعني انت نقلت الكلام، بس ممكن تنقلها لحد يكون عنده فقه واستنتج منها حاجات وتنفع بها الامه، رغم ان انت ما عملتش حاجه غير انت سمعت حاجه وقلتها زي ما هي، او مثلا ترجمت كتاب، في كتاب مثلا بيتكلم في الفلك انت رحت مترجمه، واحد قراه وبدا هو يبقى عالم في الفلك ويعمل حاجات فلكيه والحاجات دي كلها. فيا ريت لو اي حد مهتم بالبحث العلمي، طبي، هندسي، اي حاجه، يبذل اللي يقدر عليه. ازاي استطيع كتابه ورقه بحثيه قبل النشر في مجله علميه لو عندي بحث قيم؟ في قواعد لكتابه البحث العلمي، المقدمه والفهارس وذكر المصادر وكل الحاجات ديت، اكيد يعني انت ادرى بيها. وبعد كده ببدا اشوف المجلة العلمية اللي هنشوف فيها، لأن ما ينفعش تنشر بحث في أكتر من مكان، على الأقل هيبقى غلط علميا إن أنت تنشر بحث في أكتر من مكان، وغلط أصلا إن أنت تعمل ريفرنس لبحث ليك قبل كده.
تمام. ففي بعض احنا بندور بقى على اهم اماكن تنشر فيها البحث. فمثلا في الصفحه دي في مثلا 100 موقع اكاديمي تقدر تعمل سيرش فيه على ابحاث وتقدر تنشر فيه. يعني مثلا الموقع دوت ساينس دايركت، سيرش جيت، سبرينجلر لينك. الموقع ده من اهم المواقع، في بعضهم بيبقى بيعرض الابحاث وفي بعضهم بينشر الابحاث، يعني بيبدا ياخد الابحاث ويبدا يشوفها ويبدا يديها رقم والحاجات دي. ودي برضو من ضمن، انا هحط الروابط دي اسفل الفيديو عشان اللي عايزها. دي اهم المجلات واللي الرينك بتاعها عالي. طبعا الحاجات اللي رينك عالي جدا ديت بتبقى مكلفه وبتبقى تاخد وقت على ما تنشر، بس لما بتنشر فيها بتبقى حاجه قويه جدا. برضو الاس جي ار بيبدا يجيب لك كل المجلات ويجيب لك التقييم بتاعها وعدد المقالات اللي بتنشر فيها وعدد الاقتباسات اللي بتنشر فيها. يعني انت لما تنشر في حاجه قويه الناس هتستعين بيها، فانت هتظهر بقوه في محركات البحث. فدي من ضمن المواقع الواحد يبدا يدور فيها قبل ما ينشر البحث بتاعه. وربنا ييسر الخير لاي حد بيهتم بموضوع البحث العلمي وبيهتم ان هو ينشر العلم.